تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. احنا هاليوم الاول نلتقي فيه تحت شعار مبنيون معا، وهذا المجمع هو عمليا زي الهيئه العامه للمجمع للكنيسه اللي بيجمع مرسومين وعلمانيين لتداول امور الكنيسه وخدمتها ومؤسساتها في اقطار المطرانيه المختلفه.